السلام عليكم. النهارده ان شاء الله نبقى نتكلم عن الابيثيليال تيشو. الابيثيليال تيشو ده اللي هو النسيج الطلائي زي الجلد. الابيثيليال تيشو ده واحد من الانسجه الاربعه الرئيسيه الموجوده في الجسم. عندنا في الجسم اربع انواع من الانسجه: الابيثيليال تيشو والكونكتيف تيشو والنيرفس تيشو والماسكولار تيشو. طبعا الابيثيليال تيشو ده هو النسيج الطلائي اللي هنتكلم عنه في الفيديو ده. الكونكتيف تيشو ده النسيج الضام اللي بيربط الانسجه ببعضها، والنيرفس تيشو ده النسيج العصبي، والماسكولار تيشو ده النسيج العضلي اللي بيعمل العضلات اللي في جسمنا. اهم اول معلومه طبعا، لا في حاجات لازم نعرفها عن الابيثيليال تيشو قبل ما نبدا ندرسه. اول حاجه ان الابيثيليال تيشو معظمه سيلولر، يعني معظمه عباره عن خلايا، والانتر سيلولر سبستانسز اللي هي المواد اللي موجوده ما بين الخلايا قليله جدا في الابيثيليال تيشو، على عكس الكونكتيف تيشو اللي هنلاقي فيه السيلز قليله، بينما الانتر سيلولر سبستانسز اللي هي السبستانس او المواد اللي موجوده بين الخلايا كتير. زي في الصوره دي الابيثيليال تيشو كله عباره عن خلايا لازقه ببعضها، بينما في الصوره دي الكونكتيف تيشو هلاقي فيه سبستانسز كتيره موجوده ما بين الخلايا وبعضها. تاني حاجه لازم نعرفها عن الابيثيليال تيشو ان هو بيكفر السيرفيس وبيلاين اليومنز. يعني ايه؟ يعني لو افترضنا ان ده انسان، فسطح الانسان بيبقى متغطي بايه؟ متغطي بجلد. الجلد ده عباره عن ابيثيليال تيشو. طيب لو افترضنا ان دي المعده، المعده دي التجويف بتاعها مبطن بايه؟ مبطن برضه بابيثيليال تيشو. يعني الابيثيليال تيشو بيكفر السيرفيس، بيغطي سطح الانسان عن طريق الجلد، وبيكفر وبيلاين الكافيتيز، بيعمل بطانه للتجويفات بتاعه زي تجويف المعده مثلا عن طريق الميكوزا، او اللي هي بيسموها بالعربي الطبقه المخاطيه. يعني بيلاين الكافيتيز وبيكفر السيرفيس. تالت معلومه برضو المفروض نعرفها عن الابيثيليال تيشو ان هو لازم يكون قاعد على بيزمنت ممبرين. ايه هو البيزمنت ممبرين ده؟ من اسمه بيزمنت، يعني عباره عن غشاء موجود تحت، عشان هو كده اسمه بيز يعني تحت. وبالتالي بيزمنت ممبرين ده غشاء دايما بيبقى موجود تحت الابيثيليال سيلز، تحت الخلايا، وعليه بتبدا تترصص خلايا الابيثيليال. كمان لازم نكون عارفين ان الابيثيليال تيشو مفهوش لابلاف فيسلز، وطبعا تحت الابيثيليال تحت البيزمنت ممبرين دوت بيبقى فيه كونكتيف تيشو اللي هو نسيج الضام. الابيثيليال تيشو ما بيبقاش فيه لابلاف فيسلز ولا ليمفاتكس. وسؤالنا طب الاكسجين والغذاء بيجيله ازاي؟ تحت قلنا تحت البيزمنت ممبرين اللي بيفصل ما بين الابيثيليال تيشو والكونكتيف تيشو بيبقى فيه كونكتيف تيشو. الكونكتيف تيشو ده بيبقى مليان بلاد فيسلز، وبيبقى فيه كمان ليمفاتكس. البلاد فيسلز دي بتطلع الاكسجين والغذاء والاكسجين والجلوكوز في الكونكتيف تيشو، وبعدين يطلعوا عن طريق الديفيوجن، عن طريق خاصيه الانتشار، الى الابيثيليال تيشو من خلال البيزمنت، يعني بيعدوا البيزمنت ممبرين ويطلعوا للخلايا بتاعت الابيثيليال تيشو. لكن الابيثيليال تيشو مش بيجي له بلاد فيسل كنفسه يعني. طيب لكن ممكن يجي للابيثيليال تيشو نيرفس تيشو، يعني ممكن تجي له خلايا عصبيه بيبقى فيها نهايات عصبيه، ودي مهمه جدا عشان الاحساس. انت بتحس بالحراره، بتحس بالضغط، بتحس بالفايبريشن اللي هو الاهتزاز، كل ده عن طريق النهايات العصبيه اللي بتيجي للابيثيليال تيشو. يعني الابيثيليال تيشو لا فيه بلاد فيسلز ولا فيه ليمفاتكس، ولكن فيه نيرف سيلز او التيرمينالز او النهايات العصبيه يعني. كمان لما تيجي تدرس الجنين هتلاقي ان الجنين اثناء تخليقه بيتكون من ثلاث انسجه او ثلاث انواع من الخلايا. نوع بره وده بيبقى اسمه الاكتوديرم، ونوع في الوسط بيبقى اسمه الميزوديرم، الكلام ده كضوء في الامبريولوجي، ونوع جوه خالص بيبقى اسمه الاندوديرم. طبعا اكتو يعني دايما بتبقى بره، واندو دايما بتبقى جوه. الابيثيليال تيشو طبعا كل اسئله الجسم بيتصنعوا من الثلاث انواع من الخلايا دي، الاكتوديرم والميزوديرم والاندوديرم. بس يا ترى الابيثيليال تيشو بيطلع من اني نسيج من دول؟ الابيثيليال تيشو بيطلع من الثلاثه، بيطلع من الاكتوديرم، بيطلع من الميزوديرم،
بيطلع من الاندوديرم. المعلومه دي هتدرس بالتفصيل في الابيولوجيا، بالتالي مش مهم. طيب ايه بقى هي انواع الابيثيليال تيشو؟ الابيثيليال تيشو يعني المظبوط بالايه ليه ثلاث انواع. اول نوع اللي هو اشهر نوع واهم نوع اللي هو السيرفيس ابيثيليال، ومن اسمه السيرفيس يعني بيغطي الاسطح. وتاني نوع اللي هو الجلانديولار ابيثيليال، من جلانديولار يعني جلاند يعني بيعمل الغدد. وتالت نوع اللي هو النيرفس، وده بيبقى ليه وظيفه في الجهاز العصبي دي اهميه، وهي الاحساس يعني. هنعمل برضو النهارده هنتكلم عن السيرفيس ابيثيليال، الفيديو الجاي هنتكلم عن الجلانديولار ابيثيليال والنيرفس ابيثيليال. السيرفيس ابيثيليال ده الابيثيليال تيشو او النسيج الطلائي اللي بيغطي سطح الجسم وبيعمل بطانه التجويفات. والابيثيليال تيشو عندي نوعين، في نوع سيمبل وفي نوع ستراتيفايد. سيمبل يعني الابيثيليال تيشو عباره عن بيزمنت ميمبرين وفوقاه وفوقيه طبقه واحده من الخلايا. بينما ستراتيفايد يعني مخطط، يعني عباره عن بيزمنت ميمبرين وفوقيه كذا طبقه من الخلايا. طيب خلايا الابيثيليال تيشو ممكن يبقى ليها ثلاث اشكال، هي اكتر يعني، بس نبدا بثلاث اشكال. ممكن تبقى فلاتن، تبقى مفروده او يعني مفروده او فلاتن او كانها معصوره، بسميها سكويمس. سكويمس يعني بيعصر او معصور، وبالتالي السكويمس سيل دي هتبقى فلاتن، يعني الويدث عرضها اكبر بكتير من طولها. ده طبعا شكلها 2D وده شكلها 3D. تاني نوع هو الكيوبويدال، كيوبويدال يعني مربعه او مكعبه، يعني العرض هيساوي الارتفاع، مربع زي كده العرض بيساوي الارتفاع. تالت نوع اللي هو الكولومنر، كولومنر يعني برميلية الشكل، يعني الطول اكتر من العرض زي الشكل. على اساس شكل الخلايا هقسم الابيثيليال الى سيمبل يعني طبقة واحدة من الخلايا سكويمس، والخلايا دي بتبقى فلاتن، او كيوبويدال بتبقى مربعة، او كولومنر برميلية، يا اما ستراتيفايد كذا طبقة من الخلايا بس اعلى طبقة، الطبقة اللي فوق خالص، الطبقة اللي فوق خالص اللي هي دي، يا اما تبقى فلاتن فسميه ستراتيفايد سكويمس، يا اما تبقى مربعة كيوبويدال فسميه ستراتيفايد كيوبويدال ابيثيليال، يا اما تبقى برميلية فسميه ستراتيفايد كولومنر ابيثيليال. في نوع أخير اللي هو السودو ستراتيفايد، سودو يعني كأنه بيتكون من كذا طبقة، بس هو بيتكون من طبقة واحدة. هنلاقي هنا إن كل الخلايا قاعدة على بيزمنت ميمبرين، الخلايا دي هي قاعدة على بيزمنت ميمبرين، اللي جنبيها قاعدة، اللي جنبيها قاعدة على بيزمنت ميمبرين، واللي جنبيها قاعدة على بيزمنت ميمبرين، كل الخلايا قاعدة على بيزمنت ميمبرين، لكن مش كل الخلايا واصلة للسيرفس اللي فوق ده. يعني مثلا الخلايا دي واصلة، والخلايا دي واصلة، لكن الخلايا اللي بينهم مش واصله للسيرفس. وعشان في خلايا قصيره مش واصله للسيرفس، النيوكليوي بتاعت الخلايا دي بتبقى موجوده تحت، بينما النيوكليوي بتاعت الخلايا اللي جنبيها عشان الجزء اللي تحت اتسحب خلاص بالنيوكليس دي، فالنيوكليوي اللي فوق بتاعت الخلايا اللي جنبيها تبقى موجوده فوق. يعني ترصيصه النيوكليوي هتبقى في شويه تحت وفي شويه فوق. فعشان كده اول ما شافوها باللايت مايكروسكوب شافوا طبقتين من النيوكليوي، وبالتالي افتكروا ان هما طبقتين من الخلايا، لكن طلع بعد كده ان هما طبقه واحده من الخلايا، لكن النيوكليار مترتبه. يعني ممكن تبقى النيوكليس بتاع الخليه فوق، ممكن تبقى تحت على حسب المساحه، لان هما متزاحمين، الخلايا عامله تزاحم على بعضها، بعضها بيوصل للسطح وبعضها مش بيوصل، لكن كلهم قاعدين على البيزمنت ميمبرين. هنبدا بقى نتكلم عن نوع من الابيثيليال. طبعا هنبدا نتكلم عن السيمبل. فأول نوع عندي هو السيمبل سكويمس ابيثيليوم، اللي هو الخلايا بتاعته تبقى فلاتن. هلاقي عبارة عن ايه؟ عبارة عن طبقة واحدة من الخلايا، الخلايا دي قاعدة على بيزمنت ميمبرين اهو. وبعدين أنا برسم دلوقتي الخلية ايه؟ الخلية جواها نيوكليس. في مصطلح في الكتاب اسمه النيوكليس بتبقى عاملة بالجين، لأن الخلايا بتبقى فلاتن وطولها قليل قوي، النيوكليس مش عارفة تاخد حجمها في الطول ده، فبتعمل ارتفاع شوية فوق حجم الخلية، بتعمل بلج فوق الخلية
زي لما بصيت مثلا في الخلية في النص دي هتلاقي في حاجة عاملة زي قبة كده في نص الخلية، دي نيوكليس عاملة زي بالج. طيب تحت البيزمنت ميمبرين زي ما قلنا فيه الكونكت تيشو، وادي الكبده اهي بلاد فيسلز يعني الاوعيه الدمويه اللي هتغذي الابيثيليوم عن طريق الديفيوجن، وكمان هتلاقي شويه ليمفاتكس والكلام ده. السيمبل سكويمس ابيثيليوم دوت موجود فين في جسمنا؟ ده موجود في بطانه الاوعيه الدمويه، بس جوه الاوعيه الدمويه بسميه اسم الاندوثيليوم، لان السكويمس ابيثيليوم ده بيبقى ناعم قوي وانا الدم عايز يجري في مواسير ناعمه عشان ما يخبطش فيها وما يتجلطش، وبالتالي السيمبل سكويمس ابيثيليوم ده موجود في بطانه الاوعيه الدمويه بسميه الاندوثيليوم، موجود في البلاد فيسلز. تاني مكان بيبقى موجود فيه حاجه اسمها السيروس ميمبرين. السيروس ميمبرين دوت بيبقى ده عباره عن ايه؟ ده عباره عن غشاء او ميمبرين بيحيط بالقلب، بيحيط بالرئه، بيحيط بالامعاء الدقيقه. الممبرين دوت بيتكون من طبقتين ما بينهم ميه. جوه الممبرين نفسه جوه طبقه، يعني هو بيتكون من طبقتين، طبقه خارجيه وطبقه داخليه ما بينهم ميه. جوه الطبقه الداخليه بيبقى فيه الرئه مثلا. طب ايه لازمه الكلام ده؟ الرئه لما تيجي تاخد هواء بيحصل لها اكسبانشن، الحجم بتاعها بيزيد. طيب هل مثلا لو مفيش ممبرين ده هل تقعد تحك بقى في العظم الموجود؟ ما ينفعش. فلازم تتحوط بالممبرين ده. الممبرين ده الطبقه الداخليه والطبقه الخارجيه ما بينهم ميه، عشان لما الرئه يحصل لها اكسبانشن ما يحكوش في بعض ويبقى في ميه تفصل ما بينهم، تعمل لابريكيشن او تزييت يعني. والكلام ده برضه هتاخده بالتفصيل. المهم بقى الطبقه الخارجيه والطبقه الداخليه دول بتوع السيروس ميمبرين اللي حوالين الرئه او القلب او الامعاء بيبقى متبطن بالسكويمس ابيثيليوم ده. كمان السكويمس ابيثيليوم بيعمل اللايننج اوف ذا لانج الفيولاي. عارف الرئه بتتكون من حويصلات هوائيه. الحويصلات الهوائيه بتتملي هواء وجوه يعني ناحيه بره الجسم بيجي لها الهواء، ومن جوه الجسم بيجي لها الكبده او الحرارات الدمويه. وظيفه الحويصله دي ان هي تعدي الاكسجين من جوه الحويصله للوعاء الدموي، وثاني اكسيد الكربون من الوعاء الدموي للحويصله. فعشان العمليه تتم لازم يكون جدار الحويصله رقيق قوي، لازم يكون سمكه رفيع قوي، عشان كده بيبقى مبطن بالسيمبل سكويمس ابيثيليوم ده. تخيل سمك طبقه واحده من الخلايا هتبقى رفيعه جدا، هتخلي الاكسجين وثاني اكسيد الكربون يعدوا بالانتشار بالديفيوجن. كمان بيبقى موجود في البرايتال لير اوف ذا بومنز كابسول اوف ذا كيدني. لو بصيت معايا هنا هتلاقي ان الكيدني بتتكون من ايه؟ الكيدني فيه حاجه اسمها البومنز كابسول، دي بتبقى عباره عن شكل هلالي كده وبيخش هنا شوية ايه؟ شوية كبدات. نغير اللون عشان الموضوع بس يبقى واضح. اللي بالاصفر ده عبارة عن كبدات ماشي؟ واللي بالاحمر ده البومنز كبسول. الكبدات بيخش فيها دم، الدم بيحصل له فلتريشن يعني بيخش جوه البومنز كبسول، وبعد كده يبدأ ينزل في بقى اللي هي النفرون بتاع الكدني، اكيد انتوا خدتوا نفرون، ويلف في النفرون عشان انضفه. البرايتال سيل او البرايتال انا عندي ايه؟ البومنز كابسول زي ما انتم شايفين بيتكون من طبقتين. الطبقه اللي جوه دي اللي هي لازقه على طول على الكابيلاري او لازقه على طول على الشعيرات الدمويه دي اسمها الفيسرال لير. الطبقه اللي ورا دي اسمها البرايتال لير، برايتال لير دي اللي بره. اللي بره دي عباره عن سيمبل سكويمس ابيثيليوم. طب واللي جوه؟ لا اللي جوه دي نوع ثاني من الخلايا هتاخدوه برده لما تيجوا تدرسوا الكيمياء. يبقى السيمبل سكويمس ابيثيليوم بيخش في تكوين البرايتال لير بتاعه الكدم. يبقى كده احنا قلنا هو موجود فين؟ قلنا موجود في البلاد فيسلز الاندوثيليوم، موجود في السيروس ممبرين زي بتاع اللنج وبتاع بتاع اللنج. السيروس ممبرين بتاع اللنج اسمه البلورا، بتاع القلب اسمه البيريكارديوم، بتاع القلب اسمه البيريكارديوم، بتاع الامعاء اسمه البيريتونيوم، كلهم عباره عن السيروس ممبرين اللي هو كان بيحيط بالرئه. لو افترضنا ان دي الرئه وقلنا بيحيط بالرئه كده عشان يقدر يخليها تعمل اكسبانشن، ده اسمه البلورا. في واحد زيه اسمه البريكارديوم، واحد زيه اسمه بريتونيوم. بريكارديوم ده بتاع القلب والبريتونيوم ده بتاع الامعاء. يبقى قلنا بتبقى موجوده في البلاد فيسز، موجوده في السيروس ميمبرينز، موجوده في الالفيولاي بتاعه الرئه اللي هي الالفيولاي اللي هنا دي عشان يحصل اكسشينج للغاز الجازس، وموجودة كمان في البرايتال لير بتاعت البومنز كابسول في الكلى.
ايه وظيفه السكويمس ابيثيليوم دي؟ قلناها ان هو بيعمل ثن، بيبقى ثن رفيع، وبالتالي ده مهم في عمليه الاكسشينج، في عمليه تبادل الغازات في الفيصلات الهوائيه، وسموث، وده مهم في الاندوثيليال سيلز، في البلاد فيسلز، عشان الدم يجي من غير ما يخبط في حاجه. كمان قلنا بيفاسيليتيت الموفمنت بتاع الفيسرا، يعني بيسهل حركه الاحشاء، بيسهل حركه الرئه عن طريق ان هو طبقتين، فبيخليها تتمدد بالطريقه اللي احنا قلنا عليها. تاني نوع من الابيثيليوم عندي اسمه السيمبل كيوبويدال ابيثيليوم. السيمبل كيوبويدال ابيثيليوم دوت سيمبل يبقى طبقه واحده، وكيوبويدال يعني مربعه، وابيثيليوم اللي هو نسيج الطباع. ادي اهو البيزمنت ممبرين، وادي الخلايا هتلاقيها مربعه، والنيوكليس بتاعته عشان الخليه مربعه ففي مساحه واسعه، هتلاقيها يعني شكلها مدور كده مش فلاتن زي السكويمس ابيثيليوم. ده موجود فين؟ ده موجود في الثيرويد جلاند، الغدة الدرقية، ووظيفته هو الثيرويد جلاند اللي هو تصنيع الثيرويد هرمون. كمان موجود في الانتيريور سيرفيس اوف ذا لينس اوف ذا اي، يعني موجود في العدسة بتاعة العين، في السطح اللي قدامي بتاعها، الانتيريور سيرفيس اوف ذا لينس اوف ذا اي، والسيرفيس كفرنج اوف ذا انفانتايل اوفري، بيغطي الاوفر اللي هو المبيض بتاع البنت اللي هي لسه صغيره، الانفانتايل يعني اللي لسه ما بلغتش او اللي لسه صغيره، هو بيغطي المبيض بتاعها. الفانكشن بتاعته ايه حتى الان؟ ان هو بيعمل كفرنج للسيرفيس زي ما غطى السطح بتاع الاوفري بتاع المبيض، وبيعمل لايننج للاورجنز زي مثلا اورجنز هتاخدوها بعد كده يعني في الضغط وكده. ليها وظيفه الى حد. ودي طبعا صور ليه، دي صور ليه باللايت مايكروسكوب اهو. هتلاقي الخلايا لا فيها مساحه كويسه، النيوكليوي مدوره مش فلاتن زي السكويمس، بص السكويمس كان فلاتن ده خالص ازاي، ومش باين غير النيوكليس، يعني حتى هنا مش باين غير النيوكليس بس، لكن الخليه نفسها فلاتن، هنا برضه الخليه فلاتن ده ايه، مش باين غير النيوكليس، لكن هنا بص الخليه عامله ازاي، ده هنا الخليه اهي عامله زي المكعب اهي، وجواها النيوكليس اهي، ادي مكعب تاني اهو اهو، وجواها النيوكليس، هنا برضه نفس الكلام. زي الخلية مكعبة، لكن هنا كانت الخلية فلاتند قوي أو مفروض على الآخر، مش باين بس غير النيوكليس اللي عاملة بلش، اللي احنا شايفينها دي النيوكليس. تمام. بعد كده عندي السيمبل كولومنر ابيثيليوم. السيمبل كولومنر ابيثيليوم ده من اسمه برضه سيمبل يعني طبقة واحدة، وكولومنر الخلية بتبقى برميلية الشكل، طويلة لكن العرض بتاعها قليل. يعني هنا بلاقي البيزمنت ممبرين كالعاده، وادي الخليه اهي طويله، والنيوكليس دايما بتاخد شكل الخليه، فهتلاقي النيوكليس برضه مطوله، مطوله يعني شكلها اوفال بيضاويه، لكن دي سكوير او يعني مدوره او كرويه، لكن دي هتبقى اوفال نيوكليار، ودايما النيوكليار زي ما احنا شايفين بتبقى بيزل. هنا النيوكليار اسمها راوند يعني مدوره، فهنا كانت النيوكليار بالجنج، هنا كانت اهو، حتى هنا بص النيوكليا باينه ان هي بالجنج، مش عايزين نرجع، هنا النيوكليا بتبقى راوندد، هنا بتبقى اوفر، بتبقى موجوده دايما تحت. طيب ايه انواع السيمبل كولومنا ابيثيليوم؟ السيمبل كولومنا ابيثيليوم بقسمه الى انواع على حسب، في نوع اللي هو السكريتوري كولومنا ابيثيليوم، ومن اسمه السكريتوري يعني بيعمل افرازات، بيطلع حاجات زي مثلا السكريتوري كولومنا ابيثيليوم اللي بيعمل بيبطن تجويف المعده، ده بيصنع ال HCL مثلا والحاجات الهاضمه اللي بتتصنع في المعده والميوكس والكلام ده كله، عشان بيصنع ميوكس يبقى ده سكريتوري، بيعمل سكريشن، بيعمل تصنيع. في نوع تاني اسمه ابزوربتيف كولومنا، ابزوربتيف ده موجود في الامعاء الدقيقه، وابزوربتيف يعني مسؤول عن الامتصاص، وده بيبقى مليان مايكروفيلاي، وهنشوف بعدين المايكروفيلاي عباره عن ايه، عشان تزود مساحه السطح فتمتص الاكل بصوره كويسه. في نوع تاني اللي هو سيليتد كولومنر، سيليتد كولومنر يعني عليه سيليا، سيليا دي زي صوابع كده بتتحرك، عندها القدره ان هي تتحرك، ده زي اللي موجود في الفالوبيان تيوب بتاعت الفيميل، الفالوبيان تيوب اللي هي قناه فالوب، عندها سيليا، وهي السيليا دي اللي بتخلي الاوفا او البويضه بعد ما تتصنع في الاوفري تتحرك كده عشان توصل لليوترس، توصل للرحم. سيليتد يعني في زي صوابع كده بتقدر تتحرك.
زي برضه الموجود في ال في الريسبيراتوري تراك في الجهاز التنفسي. ده سواء كان ابزورتيف بيمتص زي في الامعاء الدقيقه، او كان سيكريتوري زي في المعده بيفرز، او كان في سيليا، ده اسمه موديفايد، يعني حطيت عليه تعديل زودت له الوظيفه بتاعته. يبقى بقى في نوع اسمه اللي هو ان موديفايد، ده عباره عن خليه عاديه خالص، ده في اللي هي ابزورتيف ولا هي سيكريتوري ولا عندها سيليا خالص، ودي موجوده في الاكسكريتوري دكت اوف ذا سليبري جلاند. السليبري جلاند اللي هي الغده اللعابيه، الدكت اللي هي بتصنع اللعاب، وبعد كده اللعاب يمشي ايه في القنوات، القناه دي اسمها دكت، هو موجود في في الدكت دي اكسكريتوري، يعني اللي بتطلع السكريشن يعني. دي انواع الاعتقد موجوده. هو بيقول لك ان السكريت ده موجود في الاستومك، الابزورب ده موجود في في السمول انتستين الامعاء الدقيقه، والسيليتد اللي فيه سيليا اللي احنا قلنا عليه ده موجود في فالوبيان تيوب، وموجود برضو في البرونكيولز اللي هي بتاعه اللنج اللي هي الشعيبات الهوائيه. بعد كده عندي السودو ستراتيفايد ابيثيليوم، قلنا ده برضو سيمبل. ده عباره عن ايه بقى؟ ده عباره عن كولومنا سيل عاديه خالص، خليه برميليه عاديه خالص، وبيزمنت ممبرين بيفصل اهو، ادي البيزمنت ممبرين، وادي خليه زي اللي فاتت بالظبط، واللي برضه الخليه ممكن تبقى سيليتد، ممكن تبقى مش سيليتد، ممكن يبقى فيها مايكروفلو اي حاجه يعني. بس بيبقى عندي هنا خليه زياده اسمها الجوبلت سيل. الجوبلت سيل دي قاعده على بيزمنت ممبرين، ويبقى فيها نيوكليس، وعشان عشان بقى بيبقى فيه تزاحم، ممكن تلاقي في نيوكليس تحت ونيوكليس فوق ونيوكليس تحت ثانيه ونيوكليس فوق، فيبان النيوكليس على طبقتين زي ما قلنا، فيبان سودو ستراتيفايد كانه ستراتيفايد كانه بيتكون من كذا طبقه. ايه وظيفه الجوبلت سيل دي؟ هنتكلم عنها في الجلاند الاثريوم، لكن دي عباره عن خليه بتصنع كانها جلاند، كانها غده، بس غده بتتكون من خليه واحده بس. دي بتصنع ميوكس اللي هو المخاط، زي المخاط اللي في المعده اللي بيحمي المعده من الحمض ال HCl. فالمخاط ده بيحوط المعده، في الاتش سي ما يهضمش المعده لكن يهضم الاكل. مين اللي بيصنع المخاط ده؟ حاجه اسمها الجوبلت سيل اللي موجوده ما بين الكولومنا سيلز في الابيثيليوم. ادي ده شكل الجوبلت سيل اهو، وطبعا النيوكليا برضو تبقى اوفن، ودي شكل السيليا، تمام. الصوره دي طبعا من اعتقد ان هي من البرونكاي او التراكية يعني اللي هو الجهاز التنفسي، وده شكل الكولومنا برضه عشان ما علمناش عليها، ده باللايف ميكروسكوب. ادي الخليه، بص تحس ان هي برميليه، طولها اكتر من عرضها، بص دي طويله جدا ازاي اهي، وادي النيوكليس بتبقى اوفر ودايما مترصصه لحد. بص هنا بقى هتلاقي النيوكليس، هنا هتلاقي النيوكليا على طبقتين يعني اهي، ومش على ليفل واحد زي دي، دول كل نيوكليا على نفس الليفل، لا دول على التو ليفلز مثلا، عشان كده بيبان وكانها كذا طبقه. بعد كده ننقل على طبعا السودو ستراتيفايد كولومنا ابيثيليوم، هو بيقول ان هم قاعدين كلهم على بيزم في نفس كده احنا قلناه، وقلنا ان هم ثلاث انواع برضه، يا اما تبقى سيليتد زي دي كده فيها سيليا، نفس السيليا اللي قلنا عليها في الفالوجن تيوب. طب دي موجوده فين؟ دي موجوده في التراكيه في القصبه الهوائيه. ايه لازمه السيليا في القصبه الهوائيه؟ لو اي حاجه دخلت تراب مثلا السيليا تقعد تطلعه لبره. طب ايه لازمه الجوبلت سيل في القصبه الهوائيه؟ الجوبلت سيل بتطلع ميوكس، بيعمل لابريكيشن، بيعمل تزييت للقصبه الهوائيه، لان القصبه الهوائيه بيجي لها هواء كتير، فالخلايا ممكن يجي لها يحصل لها جفاف. تخيل لو انت فاتح بقك على طول ما فيهوش لعاب، ما فيش لعاب بيتصنع، بقك هينشف بيحصل له جفاف، ولما بيحصل جفاف للابيثيليوم اللي هو في البق وفي القصبه الهوائيه، الابيثيليوم ده بيتقطع، بيبقى سهل ان هو يتقطع. عشان كده الميوكس بتطلع، الجوبلت سيل بتطلع ميوكس، بتطلع مخاط يعمل لابريكيشن للقصبه الهوائيه. طيب ده لو سيليتد، ممكن يبقى سودو ستراتيفايد ونون سيليتد زي اللي احنا قلنا عليه سيمبل كولومنا ابيثيليوم، قلنا في نوع نون موديفايد كان عادي خالص ما فيهوش سيليا. طيب ممكن يبقى معاه حاجه اسمها ستيروسيليا. ستيروسيليا دي عباره عن ايه؟ دي عباره عن سيليا بس حجمها كبير قوي ومش بتتحرك. ايه وظيفتها؟ دي بتشتغل زي المايكرو بلاي، بتزود مساحه السطح. يعني لو حبينا نرسمها الاقي ان هو نفس الكلام ده بالظبط، بس
بدل ما هو عنده سيليا، عنده سيليا طويلة قوي ومش بتتحرك. السيليا دي مش سيليا اصلا، لا دي مايكروفلاي بس حجمها كبير قوي، اسمها ستيرو سيليا، ودي وظيفتها زي ما قلنا بتزود مساحة السطح. فلو هعمل مثلا عملية امتصاص، لو هعمل أي حاجة يبقى امتص بسرعة أحسن. يبقى عشان نلخص، السودو سوليفايد اوبسيديان ده مش سوليفايد، ده بيبان بس كده لكن هو طبقة واحدة من الخلايا، النيوكلاي متوزعة على طبقتين، يا إما يبقى نون سيليتد عادي خالص، وده موجود مثلا في الغدد اللعابية السليفري جلانس، في الميل اوريثرا، الاوريثرا بتاعة الميل، يا إما يبقى سيليتد زي الموجود في التراكية اللي هي القصبة الهوائية والبرونكاي والشعيبات الهوائية، وهنا بيبقى معايا طبعا جوبلين سيل. ويا اما يبقى معايا ستيلو سيليا، ودي عباره عن مايكروفيلاي كبيره بتزود مساحه السطح وبالتالي تزيد عمليه الامتصاص. دي موجوده في الابيديديمس وفي الميل جينيتال سيستم اللي هو الجهاز التناسلي بتاع الميل بتاع الذكر. نيجي بعد كده على الاستراتيفايد ابيثيليوم. الابيثيليوم بقى بيتكون من طبقه بيزمنترين وكذا طبقه من الخلايا. في كذا نوع هقسمه على حسب اعلى طبقه شكلها عامل ازاي. فأعلى طبقة ممكن تبقى سكويمس زي اللي احنا لسه قايلين عليها بالظبط. طب ايه الفرق بين الستراتيفايد سكويمس والسيمبل سكويمس؟ الستراتيفايد سكويمس بيتكون من بيزمنت ممبرين، وبعدين طبقة تحت كولمنر، وبعدين كذا طبقة، وبعدين طبقة فوق خالص سكويمس. الطبقة اللي تحت خالص الكولمنر اللي قاعدة على بيزمنت ممبرين دي هي اللي بتجدد كل الطبقات اللي فوقيها. يبقى دي وظيفتها. الطبقات اللي فوقيها بتقعد تطلع طول ما كل ما نيجي نقرب ناحيه السطح نلاقي الخليه بدل ما كانت كولمنا تحت بقت كيوبويد، وبعدين بدات تبقى فلاتن، وبعدين بدات تبقى سكويمس زي ما احنا شايفين هنا. بدات كولمنا اهو، وبعدين طلعنا شويه بقت كيوبويد، ثم بقت سكويمس، والنيوكليا برضو عامله البالج عامله الاوب. طيب الاستراتيفايد سكويمس ابيثيليوم ده فيه منه نوعين، في منه نوع نون كيراتينايز ونوع كيراتينايز. الكيراتينايز ده ايه؟ اللي على الجلد ده اسمه كيراتين. الكيراتين دوت عباره عن سكويمس سيل بس مع الوقت ماتت ونشفت وعملت طبقه من البروتينات اسمها الكيراتين. الاستراتيفايد سكويمس كيراتينايز دوت بيبقى موجود في الابيديرمس في الجلد في السكين. بينما الاستراتيفايد سكويمس النون كيراتينايز اللي ما فيهوش طبقه الكيراتين ده موجود في الفتحات بتاعه الجسم زي مثلا في الفم. كل اللي جوه دوت عباره عن ستراتيفايد سكويمس نون كيراتينايز ابيثيليوم، يعني الكيراتين مش موجود غير بره سطح الجسم، على سطح الجسم بره في الجلد مثلا، لكن مش موجود في البق. تمام؟ هنا لو حبينا نشوف هلاقي هنا ده البيزمنت ممبرين اهو بالاحمر، وبعدين تحت خالص في الكولمنر سيل، الخليه الكولمنر اهي دي اللي بتصنع بقيه الخلايا، وانت طالع بيبقى في خليه كيوبويدال، وبعدين الخليه تبقى فلاتن، وبعدين الخلايا اللي فوق دي تبدا تموت وتعمل حاجه طبقه اسمها الكيراتين. كل اللي فوق ده هو الكيراتين. طالما في كيراتين يبقى ده في الجلد. هنا مفيش كيراتين مثلا، هنا في سكويمس اهي بس، يعني هنا بدات اهي دي كولمنر، خليه كولمنر اهي، وبعدين بدات تبقى فلاتن، وبعدين بدات تبقى سكويمس بس مفيش كيراتين، يبقى دي موجوده مثلا في اللنج او حاجه زي كده. هنا برضه بيقول لك نفس الكلام، الكيراتين بتتكون من بيزا كولمنر سيل، والبيزا دي هي مسؤوله عن الجنريشن للسيلز. والانترفيسيل فيه بيقول لك مصطلح بوليجونال ان شيب. بوليجونال يعني مضلعه، يعني زي مكعبه مثلا او خماسيه الشكل، ده معنى بوليجونال. ويز جرادولي فلاتن تو بيكم على السيل سيرفيس. ده موجود فين؟ زي ما قلنا ده موجود الحاجات اللي قريبه من الجلد، من الجلد زي مثلا الاورال كافيتي اللي هو البق، التنج اللسان، الاسوفيجس المريء، الكورنيا اللي هو بتاع الملونه في العين دي، والفاجينا اللي هو المهبل بتاع الفيميلز، والانر كانال اللي هي الفتحه الشرجيه. تاني نوع هو ده طبعا ايه؟ ده الاستراتيفايد سكويمس، الصوره الثانيه دي. بعد كده في الاستراتيفايد كيوبويدال ابيثيليوم. الاستراتيفايد كلنا كيوبويدال ابيثيليوم دوت اللي هي زي ما احنا شايفين ان البيزمنت ممبرين بيبقى في الطبقه اللي هي تبقى كلنا اللي بتصنع الطبقات اللي فيها، وطبقه بتبقى كيوبويدال بتبقى مربعه الشكل. هو ما فيهوش كلام مهم يعني غير ان هو بيبقى موجود في السويت جلاند بتاعه اللي موجوده في السكين اللي هي الغدد العرقيه اللي موجوده في الجلد. وبرده هو يعني بيتكون من كذا طبقه عشان سوليفايد، وعشان هو كيوبويدال اعلى طبقه بتبقى مكعبه او مربعه، وزي ما هو مكتوب في الصوره ان هو بيبقى موجود في الضغط بتاعه او اللي هي
الانبوبه او بتاعه السويت جلاند اللي هو الدائره العقليه. ثالث نوع وده اللي مهم شويه اللي هو ستراتيفايد كولومنر. زي ما قلنا ستراتيفايد يعني ستراتيفايد يعني بيتكون من كذا عباره عن ميسمبرين في كذا طبقه، وعشان كولومنر اعلى طبقه بتبقى كولومنر او برمينيت الشكل. وده نوعين، يا اما سيليتد يعني الطبقه اللي فوق خالص عليها سيليا زي الفيتا الاسوفيجاس. الاسوفيجاس اللي هو المريء بتاع الفيتس الجنين، طبعا ده بيتغير بعد ما الجنين بيتولد، الجنين بيبقى خلايا تانية خالص، السيليا دي بتروح او بتختفي يعني. ويا اما يبقى نون سيليتد مفيهوش سيليا، والنون سيليتد ده موجود مثلا في البينايل بارت اوف ذا ميل يوريترا. البينايل بارت اللي هو القضيب بتاع الميل، وموجود كمان برضو في السليفري جلاند الانابيب بتاعه الغدد اللعابيه، وموجود برضو في حاجه اسمها الفورنكس اوف كونجنكتيفا، دي حاجه موجوده في العين، هنبقى برضو بالتفصيل لما تيجي تدرسوا العين. بعد كده عندي نوع مهم جدا من السيرفيس ايبيثيليال اسمه الترانزيشنال ايبيثيليال. ترانزيشنال يعني حاجه بتتغير، ترانزيانت يعني توقيتي او مؤقت، وترانزيشنال يعني بيتغير. فليه اسمه ترانزيشنال ايبيثيليوم هنعرف، او ليه اسم تاني يوروثيليوم. ده عباره عن الايبيثيليوم اللي بيعمل لايننج او بيبطن التجويف بتاع اليورينري بلادر، اللي هي اليورينري بلادر اللي هي بالعربي مش عارف بالظبط اسمها ايه، بس اللي هي الكابيت اللي بتخزن بيها اليورين او بتخزن فيها البول يعني المثانه البوليه. اليورينري بلادر بتبقى متبطنه بالترانزيشنال ايبيثيليوم. عشان نفهمه لازم نعرف ان في خاصيه مهمه جدا في اليورين بلادر، ان هي بيحصل لها اكسبانشن اثناء ما هي بتخزن اليورين بتخزن البول، فبتكبر في الحجم عشان تقدر تخزن البول. بعد كده لما بتفضي اليورين بتصغر في الحجم، فلازم البطانه بتاعتها تكون عندها القدره ان هي يحصل لها اكسبانشن تتفرد، يحصل لها ستريتش زي البالونه كده، ولما اجي افضيها تصغر تاني. ده اللي موجود بالظبط في الترانزيشن اكسبانشن. بيبقى عندي هنا بيزمنت ميمبرين عليه الكولومنر الايبيثيليوم اللي بتصنع الطبقات اللي فوقيها، بعد كده كذا لاير من بولي هيدرال سيل او خلايا مضلعه خماسيه او سداسيه، بعد كده خليه عامله شبه القبه، حتى في الكتاب هو مش عارف كان بيسميها كان ليها اسم كده، ليها اسم اللي هي الفاسيت سيلز دوم شيد، شبه القبه، بيسميها فكره دوم شيد اللي هي عامله شبه القبه. المهم يعني ان انا عندي البيزل دي اللي هي كولومنر سيلز، وبعدين كذا طبقه من البوليهيدرال سيلز، وفوق خالص في الخليه اللي هي دوم شيد اللي هي الاسم الثاني الفاسيت سيلز. الفاسيت سيلز دي اللي هي اعلى خليه في الترانزيشنال ايبيثيليوم اللي هي دي اسمها الفاسيت سيلز، وبتبقى دوم شيد شبه القبه. بعضها بيبقى باي نيوكليتد يعني في اثنين نيوكليي، باي يعني اثنين، وبعضها بيبقى مون نيوكليتد يعني في نيوكليس واحد. الخلايا دي فيها ميزه ان هي لما اجي اشدها، لما الرينر بلاد تتملي باليورين واجي اعمل لها ستريتش، بتقدر تتفيد من غير ما تسرب اليورين لبره الابيثيليا، ودي خاصيه مهمه جدا. هو هنا بيقول لك ان هو الترانزيشن سيل ده عنده قدره سبيشاليز يعني متخصص في ان هو يستحمل جريد دي اوف اكستنشن، درجه كبيره جدا من ان هو يتفرد. في موجود طبعا في الورين سيستم، موجود في البيلفيس بتاع الكدني، طبعا الكليه بيبقى في حاجه اسمها البيلفيس اللي هو حوض الكليه، هتاخدوه برده في الاناتومي، وموجود برده موجوده برده في اليوريتر اللي هو الحالب، وموجوده برده في الورين بلاد اللي هي المثانه البوليه والجزء من اليوريثرا. في حالة لما تكون اليورين بلادر امتي فاضية، الخلايا دي بتبقى مترتبة فوق بعضها عشان تصغر مساحة اليورين بلادر، وعشان هي بتبقى متجمعة على بعضها، فالخلايا اللي في النص أو سمك الخلايا من أول البيزمنت ميمبرين لحد أعلى طبقة بيبقى حوالي من 6 ل 8 لايرز أو 8 طبقات من الخلايا. لكن لما تتفرد طبعا الطبقات دي بتقل بصورة كبيرة، يبقى في الامبتي ستيت واللون البلادر فاضيه بيبقى في عندي من 6 ل 8 طبقات. بيبقى عندي طبعا بيزل كولومنر سيلز، السيلز اللي تحت دي بتبقى بيزل يعني موجوده تحت بتبقى كولومنر عشان بتصنع الطبقات اللي فوقيها، وقاعده طبعا على بيزل ميمبرين. والميدل لايرز قلنا بتبقى من 3 ل 5
بولي هيدرال يعني مكعبك الشكل خماسية الشكل من 3 ل 5 لما تكون البلادر فاضية. طيب لما تكون البلادر مليانة لا بتقل تبقى مثلا 2 أو 3 لايرز من البولي هيدرال سيلز. وطبعا السوبرفيشال سيلز بتبقى دوم شيب عاملة زي القبة كده ده وهي فاضية. وسام تايمز بتبقى باينوكليتد فيها توجاي وبتبقى كونفكس يعني عامل الشكل ده كونفكس يعني عامل الشكل ده مش عارف بالعربي بالظبط يعني. ودي طبعا بسميها الفاسيت سيلز. طيب لما تكون البلادر امتي لما تكون البلادر فاضيه السوبرفيشال سيلز دي بتبقى فلاتن لان انا بفرد بقى الوول وبالتالي السوبرفيشال لير بتبقى مفروده بتبقى فلاتن. وبعدين السيلز اللي في الميدل لاير اللي هي دي بتقل تبقى 2 او 3 لايرز. دي بقى الصوره الحقيقيه هنغير بس اللون عشان يبقى واضح. ادي البيزمنت ممبرين وعليه كولومنر سيلز هي مش باينه ان هي كولومنر بس هي كولومنر وفوق خالص في الفاسيت سيلز شكلها بيبقى دوم شيب النيوكليس بتاعتها بتبقى كبيره جدا ودي حاجه مميزه جدا لما تشوفها بالميكروسكوب هتلاقي معظم الايبيثيليم عشان سكويمس النيوكليس بتاعته بتبقى صغيره ومفروده انما لا النيوكليس بتاعته كبيره وواسعه واخده حقها مش بالجنج بقى. واللي في النص دولت اللي هنلونهم بالاخضر دي الخلايا اللي في النص اللي هي البولي هيدرال سيلز دي بتبقى لو فاضيه من 3 ل 5 لو مليانه 2 ده برضه صوره ثانيه ترانزيشن بس احنا داخلين على صوره احسن اهي. ده بقى اليورين بلادر وهي فاضيه هتلاقي طبقه الخلايا كبيره جدا من 6 ل 8 هتلاقي تحت في الكولومنر سيل وهنا البولي هيدرال سيل بتبقى من 3 ل 5 وفوق في الفاسيت سيلز. ده صوره حقيقيه وهي فاضيه ادي البيزمنت ممبرين ادي طبقات كتيره جدا من الخلايا والفاسيت سيلز اللي هي فوق بتبقى دوم شيب مش فلاتن بتبقى شبه القبه لكن لما تبقى مليانه هنا هتلاقيها هي عامله فلاتن والطبقات قلت خالص والخليه بص بقت فلاتن خالص لو خدت بالك هنا في الصوره. دي صوره احسن بقى نجيب بس لون احمر مش عايز يجي ليه نجيب لون احمر. هنا زي ما انتم شايفين اليورينال بلادر فاضيه اهي دي اليورينال بلادر فاضيه وعشان فاضيه هتلاقي الطبقات بتاعت الخلايا كتير قوي الفاسيت سيلز اللي هي شبه الدوم شبه القبه بتبقى تخينه قوي حجمها كبير اهو والنيوكليس يعني واخده حقها اهي مدوره والخلايا كطبقات اصلا كتيره من 3 ل 5 والكولومنر سيل تحت اهي هي اللي بتصنع الخلايا اللي فوقيها. ودي صوره نفس الصوره بس دي حقيقيه باللايف مايكروسكوب ادي البيزنت ممبرين ادي الكولومنر سيل ادي الفاسيت سيلز بص هتلاقيها شبه الدوم اهي والنيوكليس بتاعتها اهي والطبقات كتير. لما بقى تيجي اليورين بلادر تتملي زي ما هنا هتلاقي اليورين بلادر اتوسعت اهي فاتملت باليورين تبدا يحصل ستريتشنج للابيثيليوم والترانزيشن الابيثيليوم دي مهنته بقى ان هو يستحمل الستريتش دوت فهتلاقي هنا البيزمنت ممبرين وبعدين عدد الطبقات قل طبعا ده اقل من ده. المهم بقى يعني هو في الكتاب بيقول لك من 2 ل 3 المهم بقى ان الفاسيت سيلز بقت فلاتند خالص حتى شكلها بقى شبه السكويمس ابيثيليوم برضه نفس الكلام بص الفرق هنا بقى فلاتند ازاي هنغير اللون بص هنا بقت فلاتند ازاي عكس ما كانت هنا ده الترانزيشنال ابيثيليوم وده كان اخر نوع من الابيثيليوم. في بس هنا يعني زي مراجعه سريعه كده انا مش عارف اتنسى ما علينا يعني كان في هنا مراجعه سريعه خلاص بس معاكم في الصورة دي هو بيحاول يلخص أنواع الإبيثيليوم فهيجمعهم لك في جدول. طبعا الصورة دي جاية من تو تكست بوك واحد اسمه نوكيرا والتاني اسمه أطلس هيستولوجي تكست بوك أطلس هنا طبعا السيلز أنواع الإبيثيليوم إيه في السيمبل وده إما سكويمس وده موجود في البيسز بلاد فيسلز بسميه إندوثيليوم في السيرس ممبرينز
زي مثلا البريكارديوم والبلورا والبريتونيوم، وإذا بسميه ميزوثيليوم بتاع السيروس ممبرين بسميه ميزوثيليوم. وظيفته إيه؟ بيفاسيليتيت الموفمنت بتاعة الفيسرا عن طريق الميزوثيليوم بتاع البلورا مثلا زي ما قلنا، وأكتف ترانسبورت باي فينوسايتوزيس. الميزوثيليوم برضه دي وظائف يعني هتدرسوها بعدين. و بيصنع بعض المواد، الميزوثيليوم مثلا بيصنع المادة اللي بيعمل بيها اللوبريكيشن، مش مهم التفاصيل دي. في نوع كيوبويدال موجود بيغطي الأوفري وموجود في الثيرويد جلاند، وبيصنع بيعمل سكريشن للثيرويد هرمون، هرمون الغدة الدرقية مهم جدا، وبيغطي الأوفري كفرنج اند سكريشن. في نوع كولامنر موجود في الانتستين وفي بلو البدر، في الانتستين وظيفته مثلا الامتصاص والسكريشن في اللي هو موجود في المعدة. في نوع اللي هو سودو سيرتيفايد، ده موجود في التراكية، وظيفته ان هو بينظف التراكية عن طريق السيليا وعن طريق جوبلين سيل اللي بيصنعها ويعملها لوبريكيشن، يعملها تزييت وكده. وفي نوع سيرتيفايد ده يا اما سكويمس ويا اما كيراتينايز موجود في الابيدرمس او نون كيراتينايز، يعني طبعا الكيراتينايز ده ناشف زي الجلد، النون كيراتينايز بيبقى دايما لازم يكون مبلول والا يتقطع زي اللي موجود في الماوث، وده بيمنع الووتر لوس. وظيفه الجلد لما تيجي تدرسه ان هو بيمنع الووتر لوس، لانه اما عايز تمام فما يضيعش الميه اللي جوه جسمك غير عن طريق العرق، طريق معين يعني. في السكويمس نون كيراتينايز ديبثيليوم، وده موجود في الماوث في الاسوفيجاس والحاجات دي كلها. في نوع كيوبويدال ده موجود في السكويد جلاند. في نوع ترانزيشنال ده موجود في البلادر اللي هي المسام البوليه والحالب والكلام ده كله. وفي نوع كولامنر السيرتيفايد كولامنر ده موجود في الجنفايفا اللي هو جزء في العين، هناخدوه في المعين ان شاء الله. في الفيديو اللي جاي هنتكلم عن الجلانديولار ابيثيليوم وعن اللي هو النيورو ابيثيليوم. اشوفكم ان شاء الله في الفيديو اللي جاي.